وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: يخبر الله سبحانه وتعالى عن شرف هذا الشهر، وأن الله سبحانه وتعالى اختصه بإنزال القرآن، بل وقد أنزل الله سبحانه وتعالى جميع الكتب على الرسل في شهر رمضان، كما روى واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلونا من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاثة عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. رواه الإمام أحمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة، ثم نزل منجما ومفرقا على حسب الحوادث والحاجات على مدار 23 سنة. فاختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك عباد الله بالقرآن، ليعيش العبد مع القرآن، وليفتح كتاب الله سبحانه وتعالى ويتلو ما فيه ويتدبر ما فيه فينتفع بما أنزل الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك شهر رمضان شرفه الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن، ولذا قال الله سبحانه وتعالى في فضل تلاوة هذا الكتاب العظيم ومعرفة معانيه والتدبر بما فيه من المواعظ والأحكام ومن الزواجر ومن النواهي ومن الأخبار، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. وهذه التجارة هي تجارة مع الله، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور للذنوب شكور للعبد إذا عمل العمل الصالح أن يزيده وأن يربيه له، إنه غفور شكور. ولذا كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يحرصون على سماع القرآن وعلى تلاوته وعلى إحياء رمضان بالقرآن. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة إذا دخل عليه رمضان روي عنه أنه يختم القرآن 60 ختمة، وغيره من السلف الصالحين إذا دخل عليهم القرآن نشروا المصاحف وجدوا واجتهدوا في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن يحبه المؤمنون ويخشعون له ويخبتون له ويحبون كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا، أحسن الكتب وأحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال العلماء: مثانيا إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر حال أهل الجنة ذكر حال أهل النار، وهكذا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فيذكر الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين وحال الكافرين في موضع واحد حتى يتعظ المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذه الآيات هي من الآيات العظيمة، وهي تكملة للآيات التي قبلها: إن الذين يتلون كتاب الله. قال مطرف ابن عبد الله الشخير: هذه آية القراء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وكلهم من أهل الجنة، فمنهم ظالم لنفسه، وهو الذي فرط في بعض الواجبات ووقع في بعض المنكرات، فإنه يحبس يوم القيامة. ومنهم مقتصد، وهو الذي فعل الواجبات واجتنب المحظورات وتهاون في المستحبات، وقد يفعل بعض المكروهات، فهذا يحاسب حسابا يسيرا. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهؤلاء هم السابقون الأولون. ولذا سئلت أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها المطهرة المبرأة، سئلت عن هذه الآية، قالت: يا ابن أخي، كلهم من أهل الجنة، أما السابق بالخيرات فهم من مضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المقتصد فهو الذي اقتصد من أصحابه والتزم واستقام حتى لحق به. قالت: وأما الظالم لنفسي فمثلي ومثلكم. قال العلامة ابن كثير: وهذا من هضمها لنفسها ومن تواضعها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وإلا فإنها من السابقين بالخيرات، وإن فضلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولكنها تتواضع، إن الذين يتواضعون يرفعهم الله سبحانه وتعالى، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أي من توفيق الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نعيم لما تركوا هذه المحرمات على الرجال في الدنيا
عوضهم الله سبحانه وتعالى بها في الآخرة، وقالوا الحمد لله لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقد روى ابن كثير رحمه الله عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا خوف ولا حزن على أهل لا إله إلا الله، كأني بهم في إذا كان في أرض المحشر قد خرجوا من القبور وهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة وهي الجنة لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يمرضون فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء الجنة على أهل الأرض لملأت ما بين المشرق والمغرب ريحا، ولخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لا يمتخط فيها أهل الجنة ولا يعرقون ولا يتبولون ولا يسأمون ولا يصخبون ولا يشقون، في نعيم دائم وفي سرور وفي حبور، وتتلقاهم العطايا من الله سبحانه وتعالى. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا سيد البشر وسيد ولد آدم، فكيف بالمساكين المخدوعين الذين يأتون إلى الضلال الذين يقولون لهم: نحن نضمن لكم الجنة وأنكم يوم القيامة سوف تكونون تحت لوائنا، كما هو مسموع وكما هو مقروء وكما هو مشاهد. يا ليل ليلك جكن ولدك في جوف تمكن، لرب الخيل جكن درب مزلقيب مطيا، يوم الحلوق الكظم أبو قروم بجيش تنظم. خدعوا كثير من عباد الله أنه سوف يدخله الجنة، والله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لأنه يا أخواننا الآخرة صعبة والموقف عظيم، والأنبياء يوم القيامة يقولون: اللهم سلم سلم، فإذا نجوا من نار الله الموقدة ونجوا من تلك الأهوال قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب فيها ولا إعياء ولا مرض ولا هموم ولا غموم ولا مشاكل. وأما أولئك الذين أعرضوا عن كتاب الله، أعرضوا عن تلاوته، أعرضوا عن حفظه، أعرضوا عن تدبره، أعرضوا عن العمل به، قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم، خاصة بهم، لهم نار جهنم والعياذ بالله، لا يقضى عليهم فيموتوا ولو دعوا الله. قال الله سبحانه وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لأنه يا أخواننا عذاب الله شديد، نسأل الله العافية والسلامة. وهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فإذا كانوا في ذلك الكرب العظيم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خلي ربنا يقضي علينا وألا نكون شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ونادوا يا مالك
ليقضي علينا ربك؟ قال: فيجيبهم مالك خازن النار بعد 40 سنة، قال: إنكم ماكثون. شكد ربنا قال في سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كنا ما في خلقتنا وبعدها أمتنا وبعدها بعثتنا إلى الحشر ويوم القيامة، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل من طريق إلى الخروج من هذه النار؟ فإنه لا طاقة لنا بها. قال الله لهم: ذلكم خلودكم في نار جهنم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. إذا قيل لهم لا تدعوا مع الله أحدا، لأن الله قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، استكبروا ودعوا غير الله سبحانه وتعالى. قال لهم الله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولذا عباد الله علينا أن نغتنم هذا الشهر العظيم، شهر القرآن، علينا أن نغتنمه في طاعة الله وفي الإكثار من تلاوة الله، من تلاوة كتاب الله، ومن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فإن هذا الكتاب يهدي من الضلالة ويبصر من العمى ويخرج من الشقاوة ويقود إلى السعادة. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعليك يا عبد الله أن تعيش مع هذا القرآن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرج البخاري
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي. قال: فقلت: يا رسول الله، أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت له من سورة النساء، فلما بلغت قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. قال: فرفعت رأسي فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. وروى الإمام البيهقي رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما نزل قول الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ قال: بكى لها أهل الصفة حتى أخضلوا لحاهم وحتى سال الدمع على خدودهم، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى لبكائهم. قال: فسمعنا بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكينا لبكائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بكى من خشية الله. فهذه فضائل عظيمة عليك عبد الله أن تغتنمها، خاصة في هذه الأوقات، وأن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لك نوراً وهدى. وأعظم ما تلقاه في كتاب الله وما تجده في هذا الكتاب العظيم هو توحيد الله جل وعلا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والقرآن كله توحيد، فهو إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الإشراك به، فهو توحيد القصد والطلب، وإما أمر ونهي فهو من لوازم التوحيد وحقوقه، وإما خبر عن أهل الجنة والنار فهو جزاء من حقق التوحيد وأنه سيدخل الجنة، وجزاء من أعرض عن التوحيد وأنه سيدخل النار، وإما خبر عن الرسل وأممهم وما حصل معهم وكيف نصرهم الله وكيف أهلك الله أقوامهم، فهو بيان لمن دعا إلى التوحيد وما سيلقى، ولمن أعرض عن التوحيد ولما سيلقى. فالقرآن كله في التوحيد وفي حقوقه وفي جزائه. فتجد في هذا الكتاب قصص الأنبياء في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة يونس وفي غيرها من سور القرآن، دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأمروا الخلق بالتوجه إلى الله جل وعلا وصبروا على ذلك. فعليك عبد الله أن تتدبر كتاب الله وأن تنتفع بما فيه وأن تعتقد ما فيه من الحلال والحرام وأن تصدق ما فيه من الأخبار وأن تعمل بما فيه من الأحكام، ترجو النجاة يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.